وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من هيئة الطيران المدني يونس بن حسين الشيزاوي، أخصائي أرصاد جوية، لإطلاعنا على آخر مستجدات وتمركز الأمطار خلال الفترة القادمة. أخصائي أرصاد جوية يونس، صباح الخير. صباح الخير أخي، صباح الخير لجميع المشاهدين الكرام. نعم، ما هي القراءات الأخيرة لديكم حول الحالة الجوية؟ نعم، بفضل من الله هطلت أمطار غزيرة من منتصف ليلة أمس واستمرت لهذا الصباح في محافظات بخار وشمال الباطنة وأجزاء من محافظة مسندم، أدت على إثرها جريان الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة جدا قائمة في ظل حركة السحب الطبقية باتجاه من الشرق إلى الغرب المتواجدة حاليا في عرض البحر من بحر عمان، ومن الممكن أيضا أن تتحول لسحب ركامية حتى وصولها للسواحل، وقد تؤدي لهطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة مقط وجنوب وشمال الباطنة وأجزاء من محافظة سندم في قادم الوقت بمشيئة الله. نعم، في الساعات القادمة أين سوف تتركز غزارة الأمطار؟ نعم، تركيز الأمطار فرصة جدا قائمة أيضا في نشاط السحب الركامية وبشكل أبكر على سلسلتي جبال الحجر الشرقي والغربي، وتؤدي لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرياح النشطة أيضا، ولكن تركيز الأمطار للسحب الطبقية القادمة من بحر عمان مثل ما أسلفت راح تتركز على جنوب وشمال الباطنة ومسقط وأجزاء من محافظة مسندم. نعم، المحافظات التي سوف تكون فيها غزارة أمطار كثيرة حتى الساعة. نعم، سجلت محطاتنا التابعة لهيئة الطيران المدني خلال 48 ساعة الماضية كميات غزيرة جدا، بلغت على كمية في محطة صور بلغت أكثر من 204 ملم، والكامل الوافي 101 ملم، والمزيونة 69 ملم، ولواء 54 ملم، ومسقط أيضا 36 ملم، ومن الممكن إن شاء الله خلال اليوم واليوم ويوم غدا وحتى يوم الاثنين أن تزداد هذه فرص كمية الأمطار بمشيئة الله. نعم، يونس بن حسين الشيزاوي، أخصائي أرصاد جوية، شكرا جزيلا لك.